بعد عامين من جفاف بعض السدود في الجنوب الأردني، تتوقف رحلة معاناة أبي تركي وغيره من المزارعين ومربي المواشي عقب موسم مطري أعاد الحياة لهذه السدود، وإنشاء وزارة الزراعة حفائر مائية لجمع مياه الأمطار. تأثرنا بالنسبة للسنتين الماضية على بالنسبة للحلال وبالنسبة للجفاف وبالنسبة لكل هذا، والله أثر علينا. كنا نزرع مثلا 10 دولومات، تقلصنا إلى 4 أو 5 دولومات من قلة المياه وكذا. المي هاي تغذى الأبيار هذولا ونزق المزارع منهن، فأثرت في شف الجانب هذا وأثرت على الحلال. لا يقتصر دور الحفائر المائية على توفير المياه للزراعة والثروة الحيوانية فحسب، بل تسهم أيضا حسب خبراء في دعم التنوع الحيوي ورفض الآبار الجوفية بالمياه عقب فترة جفاف شديدة. بيئيا طبعا هي للتنوع الحيوي، واقتصاديا لأصحاب المواشي، وأيضا للشحن الجوفي، المياه الجوفية في المناطق الموجودة فيها. 63 حفيرة وسدا مائيا أنشئت العام الماضي، و100 ستقام العام الحالي من محافظة إربد شمال الأردن وصولا إلى منطقة البتراء جنوبا، والهدف مواجهة آثار التغير المناخي وتذبذب الموسم المطري، وذلك لدعم سلة الغذاء الأردنية. العام القادم سيكون لدينا 100 حفيرة وسد، وإضافة إلى المشاريع المرتبطة بوزارة المياه. تقريبا وزارة المائية حوالي مليار متر مكعب بشكل عام، سواء للاستخدامات والصناعة والسياحة والزراعة، نصفها في الزراعة. وحسب أرقام رسمية، يحتاج الأردن سنويا إلى 1.5 مليار متر مكعب من المياه، يوفر منها قرابة 950 مليون متر مكعب، نصفها لدعم القطاع الزراعي، تنتج 3.5 مليون طن من الخضروات والفواكه. مشاريع جديدة للحصاد المائي في الأردن من أقصى الشمال إلى الجنوب، وتهدف حسب القائمين عليها لمواجهة آثار التغير المناخي والحد من انعكاساته على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، علها تنجح في التخفيف من آثار الأزمة. حيدر العبدلي، الحرة، من محافظة الكرك جنوب الأردن.